لأول مرة. أكرم حسني يكتب أغنيتين في ألبوم أنغام. تعاون النجم أكرم حسني مع المطربة أنغام في ألبومها الجديد تيجي نسيب، بتأليف أغنيتين من كلماته، وهم أغنية تيجي نسيب واللي اختارتها أنغام اسما للألبوم، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد، والأغنية التانية خليك معها من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.